السلام عليكم. سلام فوشة. علي يا علي، واه يا اخي ما تسمعش؟ نسمع ونشوف ونشم، ما عنديش الحق نقرا جريدتي كي الناس الكل. نحي علي الجريده من يديك وقوم شري لي الخبز، الفطور عد وحذر. خبز عليها تبذير، مش كنت مش طيب كسكسي وجبت لك البن بالامره؟ بطلت، عملت مرقة جلبانة بالعلوش، ميسالش. والله احسن ما عملت يا سيدة، توحشنا جلبانة، والله. توحشت جلبانة سي كعوانة؟ ما نقوم جيبتي الخبز. تو هكا سي علولو، بالعائلة موجود وين نمشي نقضي؟ شو مش يقولوا علينا الناس؟ ما يخش عليك. شري شي حاجة سي تراكوش، نجيب لك شي كعيبة فانكوش زادة في يدي. عايش ومريكل. عايش ومريكل. مغمرك. بالذي لا إله إلا هو يا سيدة. الطفل ما فسدته كان انت. مرسوم انا لو كان ما يتعبكش بقيت حياتك. لا 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 لا. البن وعليت ويغلط وقصص ومخلوله وتجربيه عند راسي. تسمع يا طل، وين وكل مسخوط عرفك؟ ها موجوني. شوف يقول لك انا في بلاستيك، والله ما عاد نضرب ضربه. هاي هاي، انت شيخي وتعس على كرقد الناس، انت تصور في الدواره وهو يقبض فينا لفوه ويدق فيه في مكتوبه، حتى مش شر مخليك بالشر، ومسح حالتك عليله ومعفن، حتى تمشي الحمام طيب يعيفك. هاي انا في بلاستيك ما عادش نضرب حتى ضربه، وامشي خدم في المربع احسن لك. ها نقول لك هاي في الامان. امانك يا لولو، امانك امانك. هكا هكا باهي هكا، وانا نقول على لولو صاحبي العزيز الغالي، ها ونجري في حظوظك. هكا تحب تخربها وتكسر محاربها، خرت الخير وليت اعتمر عليها في صنعي. والله جرت سيدة، باهي باهي يا سيدة، والله خرجتني من غير سيد. أما حبيت الصنع بتاعك زعما حبيت نصربه على راسه، فماشي ما يقول لي بعض الحاجة ولا حاجة ولا ونجي نصب فيها الكتور. راك صعب يا أخي، مش نبيعك أنا هكاك بختف. أي تبيعني سيدي تاتا؟ أنا معناها كلمتين وعديت عليا سيدي تاتا. ما انا شوف شوف اللي يقول لك فيه كله صحيح، ومجوع الطفل وماكش تخلص فيه، والطفل كان تسيب له حاجه يسقط والله ما بسيك. عجبكش هذا؟ ها فهمتي؟ باهي هكا باهي زايد. اشتي ايه الحكايه؟ زعما لحمت في بيناتهم؟ اه زدنا ندخل خيمه تاكل بعضها تو. عجبكش؟ تشبيكم وكبصتوا انتوا لا باس السما. كان نحكي لك يا باهي، ها صاحبي علولو يكمل لي مع الصانع. لا عيب عليك، بالذي لا اله هو لا صارها، ويطيح فيا الماء والملح. حبيت نصلب الصانع على راسه، فماشي ما يقول لي حويجه نصبها خويا عبد العبيد. مش صحيح، انا تحت الكرفه يسخيني انا الصانع، سمعني ما نكره. هي توا الصانع وين هو؟ الصانع اليوم كلشي ما يجيش، هز امه للطبيب. باهي ما لا فهمني سي عبد العبيد، كيفاش الصانع ما جاش هو يعمر فيه عليك؟ تحب نفهم هذه كيفاش؟ البقري ما يفهمش. اي عمر فيه، اي عمر فيه، والصنع سكت له. الصنع والله لما طرد الصنع، طرد الصنع والصنع سكت له، والصنع ما جاش، والاخر عمر في الصنع والصنع فهموني ساعه كيفاش، علاش الصنع ما جاش ومش سالم وهو عمر فيه، ولا كيف علاقات يا شيخ فيكم في سوق؟ ريم عش بنتي كمل انت حط الطاوله، ما دام انا وصلت للفجار تنزل صحن جلبانه. والله كانت عدو انت ولفه طيب، وكل واحده نارخي بعد اللي هيك طيب ذوقك، وانت كيف كيف والصحنه مش جاي. وانت شنو اللي حرق شعيرك بابا؟ ما لا حاله ما لا هي، شنو هالجيل هدايا منين تفهموا فيها انتم الجيره من اصله؟ يا حسره على ياماتنا يا حسره. برا دي تجبد في المخز بيه، برا ورجع خلينا نفطر. اسمع انت، نمشي وقت اللي نحب ونروح وقت اللي نحب، فهمت ولا ايه؟ بالذات كان انت ما حكمتش فيا.
ما اللي حالة ما اللي هي مش يقودني في جراج حتى عينات طول مع أمه. هاي وعدوا له هاي تحلت المشكلة. زين زين قبل راسه هاي يزعلوا الوجه يزعلوا له حاجتي بيك. قول أعوذ قول أعوذ قول أعوذ قول أعوذ. شبيك ما تغشش طايرت لي منك فديت منك. عليه عليه نعاود لك الحكايه من خاطر وقفتك على رزقك سمعتني نسخ وزنيه وما نكره زيد الحديث معاك زيد بدك ليش على رزقي ماكش مرتي انت مش لا في بالي خطيبتك انا حشيك حشيك بالسمو ليه خلينا من كل شيء حشتي بك تقضي تفضل مش نمشي نص ساعه نوصل الكرهبه للكليونت تقضي في الجراج قعدك في الجراج فعلاش ما عشتش عليها البيه من غد لا لا انا من تنى كان بك انت والخبز هذايا شكون باش يوصلوا للدار هذول قاو حل هيك مرام يا مرام مرام عيش بنتي عيش جري عيش بنتي عيش الصبي هاي اي 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 صحي صحي الخبز هذايا وصلوا لخالتك السيده وقول لها من غير ما تستناو عم علولو راهو باش يفطر هو وعمي عبد الحميد في الكراش داكوردو باي باي عيش بنتي مزيانه باي 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 هاي 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 وشنو الفطور شلون سمعت بالماكله هبلت هبلت لا بسيط في عقلي برا برا تخرج صدقه من الحبس برا برا حتى نرجع حتى نرجع ترجع ترجع برا مش معرفني فيكم الله العظيم وكان ما جاتش خليني نضم فمي خير هيا غنفة اوه على هالقد سنيور باهيتو بسم الله رجعت لسير بغليتو يا كتراتي في قلبك بشكوتو هي بيك فقد بي لي قلبي بشكوتو اش تحب اخوي هاي مش مش عمل لي سلفة خل نمشي على روح يمشي لا الكريدي على الصباح لا مازلت ما استفتحتش عليه الكريدي انا مستاذ نحشم بالكريدي انا عندك اخوي احنا طلعين ديما فلوسنا كاش طلعين هاي شو عمي الطليان تيتي حتى السنغالي ما جيتش قالوا طليان صح عليك تتو تشوفني يا اسطى كل حكاية وقت شوف كوب شامل لا في عقر دار الطليان اي تامريدك في رقبتك قالوا طيين احكي ما وديوش شاه دبي في روما انا من سمي الصليح وقت عايتو سي الزهر مع الصليح سي الزهر سي الزهر هاي ازي مد كرومتك تنقل لكم تنقل يا حالة الحليلة شي مفرد في كل بقعة مفاتح زيوت كيش يخدم في حانوت رسغولة نخل يا اخويا شوف الريق هذا ما نحبوش انا انسان متربي في نظام ترتيب وكل حاجة تمد تلقاها في بلاستها هذايا هذايا ثقيل علي نبدأ بالقطايا الصغار هيا تجي هوني هذايا هوني تور البيس هنا هذي هنا وهذي هذا ايش مازال يعمل به هذا اسمي كلاس نحاول نرزيه فيه ها فيلت استلتا هاي بدي اوه الرويح يقشع راسك عاد يبش شويه باش تفصعلي كرومتي يا الباهي كرومة كما هذه تاع بقاري تتفصعها هي يدي بركه يقول تبارك الله لا تبارك الله وما شاء الله شوي 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 بدلت اللغة نعم بابا سيدي 50 سنة في المهنة هذه تجي انت اليوم تقولي بدلت اللغة هنا لا خايف لا تضربني جرثومة كما اللي ضربتك في مخك ليش ماشي بيخدم شكون هذه؟ هذه ما نعرفهاش
وانا نعرف كلية وليت عبد الحميد الكل. عسلامة. سلامة. سامحني. لاباس؟ لاباس. كرهبتي فاش مجيت وخالية؟ شبيها البنيولة؟ ما نعرفش وين نبدا نجري بيها، نحسها تخض. تخض 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 وتخض بيك برشا مرات في النهار؟ الحق ما حسيتش. تحب تطلع معايا تجربها؟ نجي نجرب انا ثم تحط كونتاكت تخدم نسمع الموتور نفهم شنو الديفوري فيه. واو يظهر لي فيك طياره نتاع ميكانيك. واو حطيتي زاد الطياره نتاع السياقه. طيب تفضل وراك. نلاجع معايا شوف هيليا. نمشي. اذا كان الكهرباء تخز انا باش نولي زبري. يا زبري. هاي خرج. شكون هذاك اللي وراه؟ الجامع ماهيش تاع جامع عبد الحميد. وماهيش جامع الصانع نتاعو. اما البلوزه نتاع عبد الحميد. خلفنا راتي مدام قد ما نمزح قد ما يلمعوا. هيا باهي ما قلتليش. سي اسمي سي علي. اما بالنسبه لك انت تنجم تعيط علولو. نتشرفوا يا سعلولو. عرفتي الفن منين ولا ليه؟ شو نعرف؟ انا نعرف الشيطان وين يسكن. شوف مدام قطع الكهرباء. حلي الكبوت وتعطيني الضربة اكسيليراتور وتشوف البنة كيفاش. الله يبارك. ايوا حل مدام. ايوا هيا اعطيني ضربة باهية اكسيليراتور.